بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم راح نبديها موضوع derivation of the fluid flow equation. طبعا معادلة ال fluid flow equation in the porosity راح ناخذ معادلات انتشارية diffusivity equation. بس قبل ما احكي عليها، قبل ما اروح بالاشتقاق، خليني احكي ليش هي مهمة. طبعا محاضرة اليوم كلش مهمة لأي مهندس نفط، وبنفس الوقت هي بسيطة. أنا حاولت قدر الإمكان أبسط المفاهيم حتى قدر الإمكان أن الطالب لما يتخرج تبقى بباله، لأن هي مو المهم حفظ المعادلات في الحقيقة، المهم أنه الطالب توصل الأفكار. محاضرة اليوم بشكل رئيسي راح تعتمد على أشياء إحنا ماخذيها بالفلويد ميكانيك بصف ثاني، وماخذيها بالماثماتيكس بصف ثاني أيضا. لهذا دائما أنصح الطلاب أنه هاي المواد، يعني هي هندسة النفط قائمة على 3 مواد أساسية، اللي هي الفلويد ميكانيك والماثماتيكس والثرموداينامك. دائما الطالب المفروض ياخذ ذني المواد بشكل جيد حتى تسهل له مواد الاختصاص. راح نشوف اليوم بالمحاضرة الشهر راح نعتمد على مواضيع من الفلويد ميكانيك والماثماتيكس مال صف ثاني. نرجع لمعادلة الانتشارية. احنا ليش نحتاج معادلة الانتشارية؟ احنا ببساطة نحتاج معادلة الانتشارية حتى تبين لنا انه الضغط شلون جاي يتغير داخل المكمن وخلال فترات الانتاج. يعني احنا هسه خلي اجي ارسم بالبداية هنا عمود، بعدين نعرف احنا ايش نشتق هاي المعادلة. انا عندي هسه هذا المكمن، الجريان بيخلف اقول باتجاه واحد. اجيت انا هذا المكمن قسمته حسب الخواص مالته الى اجزاء. انا هسه مثلا قسمته الى 5 اجزاء، فاني معناته هنا الضغط راح يبدي يتغير بهذا الاتجاه، يعني من هذا البلوك الى هذا البلوك الى هذا البلوك الى هذا البلوك الى هذا البلوك، الضغط راح يكون متغير. اذا هنا الضغط هو فانكشن المن، هو فانكشن للاكس اتجاه الجريان. خلينا نقول هذا عند التايم برودكشن الاول. طبعا احنا عندنا دائما تايم برودكشن، هذا راح نحكي عليه بمحاضرة اليوم. لما يكون عندي التايم برودكشن زيرو، يعني هذا قبل ما نبدي الانتاج من هذا المكمن، فانا الضغوط تكون متساوية، يعني بعد ما انتجت فما صار اختلال بالضغط. بعد لما يكون عندي ابدي بالانتاج، يعني مجرد انه زمن الانتاج يكون اكبر من صفر، فاكيد راح يبدي صار عندي اختلال بالضغط. مو شرط في كل المكمن، بس على الاقل بالبلوكات اللي تكون محيطه بالبئر. زين، فاحنا هنا وصلنا اول استنتاج انه اني جاي يتغير عندي ويا اكس. طب احنا الانتاج كل ما يمر وقت اطول بالانتاج، هذا نسميه تي بي 2 مثلا، الضغط شبيه الضغط راح يتغير ايضا. يعني كل ما نمشي بالانتاج الضغط راح يتغير. اذا انا عندي بشكل رئيسي الضغط راح يتغير ويا عاملية الرئيسية ويا متغير الرئيسية، اللي هي الاكس اللي هي المسافة والتايم الزمن، زمن الانتاج. يعني احنا دائما بالسيميليشن راح نطلع شغلتين، راح نطلع الضغط شلون ده يتغير بالمكمن على طول مساحة المكمن، وشلون ده يتغير خلال عمر الانتاج. يعني كل ما انتج اكثر كل ما راح يقل عند الضغط. بعدين راح نوصل مرحلة نحتاج نعزز هذا الضغط من خلال طرق تطبيق طرق الانهانس او ريكفري. اذا فهو هذا الهدف، انا اريد معادلة تعطيني، اريد معادلة تعطيني الضغط شلون جاي يتغير ويا المسافة، والضغط شلون قاعد يتغير ويا الزمن. طيب فاحنا راح نحصل معادلة للفلويد فلو ان باروس ميديا. بعدين هاي المعادلة راح تكون، هاي المعادلة طبعا على شكل معادلة تفاضلية
جزئية. ليش راح تكون على شكل معادلة تفاضلية جزئية؟ لأن احنا عندنا لما يكون أنا عندي دا أقيس مثلا الضغط يتغير، هل دا أقيسه يتغير بس مع المسافة أو مع المسافة والزمن، أو مع عندي جريان باتجاهين يعني مو بس ويا اكس، اكس واي، فلما يكون عندي مشتقة لأكثر من تغير إذا هذه معادلة تفاضلية جزئية مثل ما أخذته بالرياضيات مع الصف الثالث. طبعا هاي حتى تنحل ايش نحتاج؟ نحتاج إلى شغلتين، boundary conditions و initial conditions، راح اجي احكي عليها بالتفصيل بمحاضره اليوم. زين خلينا نجي على معادله انتشاريه حتى نشتق ايش نحتاج. نحتاج ثلاث معادلات، معادله حفظ الكتله ومعادله ريت كويشن، معادله جريان، وكويشن اوف ستيت. راح نحكي هنا ليش راح ليش كل واحده من ذني احنا نحتاجها، بس خلينا نحكي بوقتها على مود تبقى الفكره ببالكم. خلينا نجي هنا، احنا هسه هنا ايش راح نفترض؟ راح نفترض احنا ماخذين هسه مو المكمن هنا، تشوفون شلون هنا انا قسمته الى بلوكات، خلي اخذ واحد من ذني البلوكات اعتبره هذا. هذا البلوك ايش بيه؟ هذا البلوك ثلاثي الابعاد اكس واي زد. طيب ابعاده شنو؟ ابعاده دلتا اكس دلتا واي دلتا زد. اذا هذا البلوك اول شيء خلي ابدي بالاستنتاجات مالتي. هذا البلوك شنو حجمه؟ هذا البلوك حجمه دلتا اكس مضروب في دلتا واي مضروب في دلتا زد. زين احنا فارضين هنا بهاي المعادله انه احنا عندنا بس سنجل فيس فلو، راح ناخذ بس نفط، وانه جريان باتجاه واحد بس باتجاه الاكس، يعني ما عندي اتجاه، يعني ما عندي جريان باتجاه الواي او باتجاه الواي او باتجاه الزد، الجريان بس بهذا الاتجاه اكس. طيب قانون حفظ الكتله شو يقول؟ يقول الكتله لا تفنى ولا تستحدث. احنا هسه راح نيجي نقول ماس ريت. الماس ريت يعني وحداتها ماس على تايم. اللي راح يدخل هنا عند النقطة X، باعتبار احنا هنا راح نبدي من X، يعني مدخل البلوك هو X، والاحداثيات عند مخرج البلوك هو X زائدا دلتا X، على اعتبار انه هاي المسافة من هنا هي دلتا X. فاحنا ايش راح نقول؟ راح نقول الماس يعني الفلويد لما نجي يدخل هذا البلوك، راح يدخل من هذا البلوك، راح يساوي لي اللي خارج الماس اوت، اللي خارج من هذا البلوك زائدا شنو؟ زائدا المتجمع هنا. كده راح يتجمع عندي فلويد بهذا داخل البلوك. زين هاي حتى نكتبها بصيغه رياضيه، انا اخذت لكم ابسط صيغه ممكن نكتبها بيها. شوفوا انا كاتب لكم اني ماس ريت ان ماينس ماس ريت اوت اكوال ماس ريت اوف اكوميليشن. ايش راح نقول؟ راح نقول احنا عندنا شنو؟ راح نضرب سرعه الجريان في الدنسيتي مال الفلويد اللي راح يدخل للبلوك في مساحة الجريان العرضية. مساحة الجريان هنا ايش راح تساوي لي؟ بما انه اني دا امشي باتجاه اكس فراح يكون الجريان عمودي عليه، راح يدخل من هذا الوجه. هذا الوجه شنو ابعاده؟ ابعاده دلتا واي اللي هي هاي مضروبة في دلتا زت. اذا هاي مساحة الجريان اللي عندي. كل هذني البارامترات density velocity ماخذها عند اكس، لان احنا راح ندخل بالجريان عند اكس. هاي طيب ناقصا الماس ريت اوت، نفس المعادله نفس مقطع الجريان، بس طبعا احنا افترضنا انه عندنا شكل منتظم، يعني دلتا واي ثابته على طول البلوك، دلتا زد ثابته، دلتا اكس ثابته، بس ممكن تكون ايضا متغيره، بس راح يصعب الاشتقاق. انا اعطيكم الفكره، يعني تاخذون الفكره العامه، وراها اي اشتقاق ممكن تغييرات بسيطه توصلوا له. طيب بس خلينا نجي هنا، اذا انا عندي هنا زين المتجمع بداخله، شنو هو المتجمع بداخله؟ يعني الماس ريت اكيوميليشن. الماس ريت اكيوميليشن ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي الحجم، طبعا هو راح يجمع هذا الفلويد، راح يجمع بالبورس ميديا بالبور فوليوم. فاني راح اجيب هذا راح يعطيني الحجم الكلي للبلوك
هذا البالك فوليوم راح اضرب بالبوروسيتي على مود احوله الى بور فوليوم. بعدين بيش راح اضربه؟ راح اضربه بالدنسيتي، ايش قد تغيرت عندي مع الزمن. ماشي، هاي بس يمكن عندها هاي هنا، خلص اصلحها. هاي صلح كمان المحاضرة، هاي خطأ. هي هاي ما كل زائد التاتي. راح اقول هنا راح اخذ هذا، هاي راح اقول الدنسيتي ايش قد كانت عندي بداية فترة الجريان، راح اطرحها من الدنسيتي عند نهاية فترة الجريان واقسمها على ايش قد فترة الجريان. فتلاحظون انا هسه بهاي المعادلة سويت انا هذا الطرف مال المعادلة. هسه انا قلت انا الضغط دار اعرفه بالبداية، ايش قلت لكم؟ قلت لكم الضغط دار اسويه اريد اعرفه شلون يتغير ويا الاكس ويا المسافة ويا الزمن ويا الاكس ويا التي. ثاني هنا دخلت التي بالمعادلة، ثاني بعد الاكس ما مدخله بالمعادلة، يعني شلون دا يتغير ويا الاكس. وفد شيء مهم ايضا بعدني ما مدخل الضغط، بعدني ليه هسه انا شنو اللي عندي؟ لان يعني ما عندي بالقانون حفظ الكتلة ضغط، عندي density وعندي velocity. فاني اول شيء ايش راح اسوي؟ راح اجي اقسم طرفي المعادلة على هذا الفاكتور الحجم الكلي. فراح تروح عندي هنا دلتا واي دلتا زت، وراح تتقسم المعادلة على دلتا اكس، وهنا راح تروح عندي هاي كلها. شوفوا هاي المعادلة هسه طلعت عندي، دا تسوي دا تقول لي هاي المعادلة ايش دا تقول لي هسه؟ دا تقول لي انه الدنسيتي مال الفلويد بتتغير ويا اكس ويا تي. بس اني ما تفيدني الدنسيتي، لان احنا بالعادي بالابار شو نقيس؟ نقيس شغلتين، نقيس فلو ريت ونقيس ضغط. واللي نحصلها البيانات لما نسوي الكور ونسوي اللوج هن البوروسيتي والبيرمابوليتي. فاحنا الدنسيتي مو هي اللي انا اريدها، بس مع ذلك انا يعني بديت نبدي بالقانون حفظ الكتله. فس انا عندي دنسيتي، بس لي قدام راح اشوف شلون راح اجي ادخل الضغط، شلون راح اجي ادخل البيرمابوليتي، حتى هاي تكون يعني هاي تمثل لي الوسط المسامي بشكل دقيق. بس خلينا نجي احنا هسه شو نريد نسويها؟ قلنا احنا نريد نسويها على شكل، احنا ايش قلنا بالبداية؟ قلنا نريد نسويها على شكل نريد نشوف المشتقة مال الضغط ويا المسافة ومشتقة الضغط مع الزمن. طبعا انا ما اعرف في هاي المشتقة درجة اولى درجة ثانية، ما اعرف، راح تبين عندي بالاشتقاق. يعني ما اريد استعجل، اقول لكم اياها من الان، عم تبين عندنا بالاشتقاق. طيب احنا هسه هاي عندنا على شكل ديفرنس دلتا اكس ودلتا تي، ماشي زين. واحنا نريد نحولها الى شنو؟ احنا نريد نحولها الى مشتقة. فبالطبيعي تعرفون لما نريد نحول اي ديفرنس الى مشتقة ايش ناخذ؟ ناخذ الليمت للمعادلة. وهاي الليمت ايش راح نفترض بها؟ راح نفترض بها انه دلتا اكس تروح للصفر ودلتا تي تروح للصفر، يعني راح نفترض بها دقة عالية بحيث انه البلوك يكون حجمه اصغر ما يمكن، والتغير بالزمن بين فترة وفترة راح يكون ايضا اقل ما يمكن. احنا ايش عندنا؟ عندنا القاعده الرياضيه اللي انتم ماخذيها بصف ثاني، شو تقول؟ تقول المشتقه لاي داله، لاي داله. طبعا هاي ممكن تكون density، ممكن تكون velocity، ممكن تكون برجر. لما ناخذ الليمت شو تساوي؟ تساوي لقيمه الداله فرق الداله بين نقطتين على المسافه بين هاي النقطتين. وإذا عدنا التايم فراح يكون الفرق بهاي الدالة بين زمنين ونقسمها على الفرق بين هاي الزمنين. إذا بالتالي هسه من آخذ الليمت مال هاي المعادلة راح أحصل على أنه أنا عندي هاي، لأن هاي هنا أنا عندي الفيلوسيتي تايمز دنسيتي فرق بين نقطتين ومقسميها على الدلتا إكس، راح تكون عندي بهاي، راح تكون عندي بهاي الصيغة.
بالنسبة للتايم أيضا، لمشتقة الدينسيتي بالنسبة للتايم، مثل ما تلاحظون احنا عندنا يعني الفرق بالدينسيتي بين زمنين. هاي قلنا نصلحها بالمحاضرة، وأصعد لكم نسخة محدثة ومقسمها على الفرق بين هاي الزمنين، فراح تكون أيضا عندنا هنا مشتقة الدينسيتي with respect to time. طيب طبعا هذا الحكي اذا انا عندي جريان باتجاه اكس، اذا عندي جريان باتجاه واي فنفس العمليه، واذا عندي جريان باتجاه زد فهو نفس الاشتقاق، فقط ابدل مكان اكس اخلي واي او زد. واذا عندي جريان ثلاثي الابعاد، يعني انا عندي جريان ده يصير بثلاث ابعاد اكس واي زد، فراح يكون شكل المعادله بهذا الشكل. لاحظوا انه الطرف الايمن ما تغير المعادله، يعني الطرف الايمن ما له علاقه بالمسافه، الطرف الايمن هو مشتقة الـ density with respect to time، بينما الطرف الأيسر المعادلة يتغير، لأن هو الـ derivative of velocity times density with respect to dimensions. فهنا هسه أني أجي، هنا هسه قلت أني قبل شوية أنه ترى أنا هاي هسه عندي density و velocity، ماشي، ما 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 مدى أشوف هاد شيء ملموس بالنسبة للوسط المكمني عدا الـ porosity، يعني ما دا اشوف بيرمابولتي، ما دا اشوف البرجر، ما دا اشوف اللي هو متغير انا عندي. فهناش راح ندخل، هنا راح نجي ندخل معادلة رايت كويجن. اي رايت كويجن اختارينا؟ معادلة دارسي، تمام، مثل ما ماخذين بالفلويد ميكانيك. بالفلويد ميكانيك احنا عندنا الفلويد ميكانيك بصف ثاني، احنا عندنا الفلوريت. هو شو يساوي لي الفلوريت؟ يساوي لي الاريا اللي هي مساحة الجريان، المقطع عرض الجريان مضروب شنو؟ مضروب بالفيلوسيتي، سرعة الجريان. إذا الفيلوسيتي هي شنو هي؟ الفيلوسيتي هي الفلوريت تقسيم الاريا، هاكم ماخذيها بصف ثاني بالفلويد ميكانيك. فخلص أنا هسه وهاي أنا عندي معادلة دارسي ممكن آخذها من عندها، فبعدين راح أحط هاي مثل ما هنا تشوفون. جيت انا هنا كيو على اي اكس، لان ده عندي في اكس، فراح تساوي لي هاي المعادله، راح تساوي لي هاي ثاني، هاي معادلتي. شوفوا الان بهاي المعادله صار عندي بيرمابوليتي فيسكوسيتي وبرجر وذ ريسبكت تو اكس. هاي اجيبها اعوضها هنا بمكان الفي، فراح اصير عندي المعادلة هاي هنا كان عندي انا قبل في، فهسه بمكان الفي جت عوضت هاي. راح تصير عندي المعادلة هسه بهذا الشكل. شوف هنا زين، خلي اجي اخذ مشتقة هاي المعادلة، راح يكون عندي اذا اقول هذا هذا الطرف الاول وهذا الثاني، فراح يكون عندي الاول في مشتقة الثاني. راح تلاحظون الضغط هنا راح يكون، لانه اوريدي هو مشتقة، فراح يكون مشتقة ثانية عندي هنا. وبعدين راح اقول هذا كله في مشتقة الاول اللي هو راح تكون يعني مشتقة الدينسيتي ويا الاكس، يعني احنا كليتها هنا المشتقة كلها with respect to x. هذا الطرف ما راح يعني ما راح اغير بيه شيء هسه حاليا، الطرف الايمن المعادلة ويا التايم. زين احنا عندنا اخذتوا انتم بصف، تاخذون بصف اول بصف ثاني بالماثماتكس التشير رولز، فاني اجي هنا اقدر اعوض بيها. راح اقول مشتقة الدينسيتي ويا المسافة هي راح تساوي لي مشتقة الدينسيتي ويا الضغط مضروبة بمشتقة الضغط على المسافة، هي راح بالاخير راح تساوي نفسها، يعني اذا هسه اجي احذف هذا ويا هذا مال الضغط راح تبقى نفس المشتقة، وكذلك ويا التايم. راح نقول هاي بعدين ليش احنا ايش درد نسوي من عندها، هاي على مود نتخلص من الدينسيتي، اذا نسوي هاي كلها على مود نتخلص من الدينسيتي ونبقى الضغط. طيب هاي معناتها هسه هاي انا عندي هنا موجودة، هاي راح اعوضها هنا، هاي راح اخذها اعوضها هنا بهذا التيرم. انا عندي هنا مشتقة الدينسيتي ويا المسافة، وهاي راح اعوضها هنا، انا هنا عندي مشتقة الدينسيتي ويا التايم. اوكي، راح يصير عندي هسه شكل المعادلة، هذا عندي شكل المعادلة. اذا هنا هاي
وهذا نفس نفس صارت هسه نفس التيرم، راح نضربهم واحد بالثاني راح يصيرون تربيع. طيب هاي القيمة أصلا هي كلش صغيرة، يعني هي تغير الضغط مع الإكس هي كلش صغيرة، لأن إحنا ما أخذنا الليمت شيفت، افترضنا دلتا إكس جوز تو زيرو، فهاي كلش صغيرة هاي القيمة. فبما أنه هاي القيمة أنا عندي كلش صغيرة، فهذا التيرم كليته أقدر أعتبره هذا راح يساوي لي صفر التيرم، راح أهمله وراح تصفى عندي المعادلة بهاي الصيغة. طبعا هذا ماينص راح يروح ويا هذا الماينص. هسه المعادلة صارت عندي افضل، ليش؟ لان انا هسه عندي دخلت البيرمابوليتي على مود تكون ممثله لوسط المسام اللي عندي، دخلت الفيسكوسيتي على مود تكون ممثله للفلويد اللي عندي، ريزرفوار فلويد اللي عندي بالمكمن، والضغط لان يعني يهمني انه اقيس الضغط. بعد هنا عندي الضغط مع المسافه، طلع شكله مشتقه ثانيه. احنا قلنا احنا بالاخير مشتقه الضغط مع المسافه، مشتقه الضغط مع الزمن، وما نعرف شكلها شلون راح يكون، درجه اولى درجه ثانيه. هسه واضحه صارت عندي هاي المشتقه درجه اولى، بس ستيل انا ايش عندي؟ ستيل عندي density بالطرفين، هاي تحتاج انه نعالجها. هاي شو راح نعالجها؟ راح نعالجها باستعمال equation of state. equation of state اللي هي تربط لي بين تغير ال density مع تغير الضغط. هسه هاي المعادلة اللي عندي تقول لي انه انه ال density على ضغط معين اللي هو ال بي نوت تساوي، يعني الدنسيتي عند اي ضغط راح ناخذها الى قياس الدنسيتي بنقطه بضغط مرجع اللي هي دنسيتي، هاي دنسيتي نوت هي ات بريشر نوت. اوكي، والرابط بيناتهم وهذا الفاكتور اللي هو الكومبرسيبلتي. كلكم ماخذين الكومبرسيبلتي بالمكان الثالث تاخذوها، هاي كلها تاخذوها بالجزء الثاني من المكان الثالث اللي هي البروبرتيز اوف ريزرفوار فلويدز. طيب انا عندي هاي معادله الكومبرسيبلتي، لان احنا عندنا بديش عندنا الكومبرسيبلتي، هاي معادله الكومبرسيبلتي فوليوم، اللي هي ممكن ايضا تنكتب بهذه الصيغه بالدنسيتي. طيب اذا كتبت المعادله بهاي الصيغه اللي هي واحد على دنسيتي، شو راح اسوي هنا؟ شوف هاي هنا مو عندنا هنا هاي ال هنا اصلا عندي هاي الدنسيتي، هاي الدنسيتي اجيبها اخليها هنا انقلها للطرف الثاني. فش راح تصير؟ راح تصير واحد على دنسيتي، واني اوريدي عندي دنسيتي اللي تذكرون قبل شوي لما سويت تشير رول، هاي عندي density على البرجر اللي هي هاي نفسها هسه، هاي هي هاي compressibility. فبالتالي بسهولة راح اجي اعوض هنا، هساني عندي هسه مو هذا الطرف شلون خليته هناك، راح اجي اخلي بمكانه الكومبرسيبلتي، وهيك راح نكون تخلصنا من ال density. هذني كلهن اني اقدر اقيسهن، يعني البرجر، بيرمابولتي، الفيسكوسيتي. بس هاي صارت معادله عندنا جاهزه. خلينا نجي على الحالات اللي بهاي المعادله. هاي المعادله بها حالات. اول حاله اللي عندي انه اني اذا عندي نفترض انه المكمن هوموجينيوس، فاني معناتها عندي خلينا نقول البيرمابولتي ما راح تتغير مع المسافه، فبيج حال راح اطلعها من الاشتقاق وراح اجيبها اخليها هنا، وراح تكون عندي هاي شكل المعادله. طيب اذا هي لا والله تتغير، يعني البيرمابولتي الفيسكوسيتي تتغير مع المسافه، هي فانكشن للمسافه، فلا بيج حال راح تكون عندي شكل معادله الانتشاريه هو هذا، راح يرجع يدخل داخل المشتقه البيرمابولتي والفيسكوسيتي، راح ترجع تدخل داخل الاشتقاق، داخل مشتقة derivation عندي. بينما هنا لان هم ما هم يعني مو function لل dimension، فهنا لا راح من المسافة هنا راح لا ممكن اطلعها برا المشتقة ونعتبرها ثابت. فهاي شكل المعادلة اذا كانت عندي ال permeability وال viscosity ما تتغير مع المسافة، وهاي شكلها اذا تتغير مع المسافة. زين
عندنا عدة، طبعا هاي هسه انا اشتقيت يا اشتقاق، اشتقيت اشتقاق مال وان دايمنشن، اوكي يعني بس باتجاه اكس. طبعا اذا اشتق، اذا افترضنا انه الجريان عندي مو لينير فلو باتجاه اكس، اذا افترضنا انه الجريان عندي هو راديال فلو، راديال فلو يعني انا عندي هذا المكمن وهذا البير في الوسط المكمن، والجريان هو راديال على هذا الويل، والجريان هو راديال. شكل المعادلة راح يختلف لان الجيومتري هنا عندي يختلف، جيومتري مو اكس يعني مو مثل هناك ابن اشتقينا، لا كنا فارضين المكمن هذا شكله. والبير ممكن يكون هنا مثلا، فالجريان لينير باتجاه واحد اكس. زين اذا عندي الجريان باتجاهين، زين باتجاهين يعني شلون شكل المكمن عندي؟ عندي المكمن انا يعني مقسمه بهذا الشكل، يعني يعني اكو مو بس تقسيمات بهذا الاتجاه، لا اكو تقسيمات يعني عندي بالاتجاه اكس جريان وعندي جريان بالاتجاه واي، راح تكون هذه المعادلة. وإذا كان عندي لا، إذا كان عندي الحالة الثالثة اللي هي 3 dimensional flow، معناتها أنا إيش عندي؟ معناتها عندي جريان ثلاثي الأبعاد، يعني أنا راح أجي أقسم المكمن بالثلاث اتجاهات المرة، مو بس بالاتجاهين. يعني هناك إذا مقسمي بالاتجاهين وفرضين إنه الدلتا زت هي وحدة، ما بيها، ما عندي أكثر من أكثر، ما عندي تقسيم بالاتجاه زت، التقسيم فقط بالاتجاه اكس واي، يعني مقسمين المكمن شوف بس بالاكس واي. هنا لا، هنا راح نجي نقسم اكس واي، شوف هسه هاي هذا التقسيم بالاتجاه اكس، يعني هذا اكس هذا اكس، طيب وهذا واي، فراح اجي اقسم بالاتجاه واي ايضا. وبعد عندنا التقسيم الثالث شنو هو؟ باتجاه اتجاه زد اللي هو هذا، راح يصير عندي فالجريان عندي راح يكون ثلاثي الأبعاد، فبيش حالة راح يكون شكل المعادلة هو هذا. تلاحظون انه شكل المعادلة بال 2 dimension وبال 3 dimension هو هو نفسه، يعني ما تغير، فقط ضفنا التيرمات مال الدايمنشن، بس هنا شكله تغير. هنا عندي ايضا عفوا يعني الطرف الايمن ما تغير، بس الطرف الايسر تغير. ليش بذني كلهن بده يتغير؟ هو الطرف الايمن مو الايسر، لان احنا بدنا نغير الجيومتري، يعني بدنا نغير الجريان بيا اتجاه، بس مع الزمن ما له علاقه، مع الزمن راح يبقى بهذا الطرف، مع الزمن عندي غير حسابات، مع الزمن اذا عندي ستيدي ستيت اور ان ستيدي ستيت. هسه مثل بهاي الحاله واضحه، انا عندي الحاله ان ستيدي ستيت، لو عندي ستيدي ستيت كان هذا الطرف كله صار عند ستيدي ستيت، كان صار الطرف كله صار صفر، لان الضغط معتمد يتغير عندي مع الزمن. فهاي ببساطة هي اشتقاق معادلة الانتشارية. خلينا ننتقل للجزء الثاني. الآن بعد أن اشتقينا معادلة الانتشارية، معادلة الانتشارية مثل ما قلنا هي معادلة تفاضلية جزئية، تحتاج إلى حل حتى نقدر نحسب قيم الضغط منها بشكل مباشر. حل المعادلات التفاضلية دائما هو اكو نوعين من الحلول، اكو الحلول الاناليتيكال واكو الحلول النيوميريكال. الحلول الاناليتيكال في معظم الاحيان هي صعبة وصعب وما نقدر نطبقها بالريزرفوار سيميليشن. الحلول النيوميريكال هي اللي تعنينا بمادتنا الريزرفوار سيميليشن. طيب حتى نحل مثل ما حكيت انا بداية المحاضرة، حتى نطلع حل نيوميريكال، اول مرة نشتق المعادلة، المعادلة صارت عندنا موجودة. بعد عندنا نقطتين اخرى مثل ما قلنا بدايه المحاضره، اللي هي شنو هي؟ اللي هي الانيشال كونديشنز والباوندري كونديشنز. طيب طبعا الانيشال كونديشنز ليش نحتاج لان الاثنين؟ لان احنا هسه عندنا من نجيب اي معادله تفاضليه بشكل عام، مو شرط معادله الانتشاريه، اي معادله تفاضليه اذا ما كان اكو لها انيشال اند باوندري كونديشنز محدد، احنا عندنا ملايين من الحلول لها، يعني ممكن تعطينا حلول يعني عددها كبير. لهذا احنا
نحتاج حتى نطلع الـ exact solution نحتاج إلى الـ initial والـ boundary conditions. طيب إحنا هسه مثلاً شوف هاي واحدة من المعادلات اللي قلنا شوف لحظة ماكو مشتقة هنا للزمن لأن هاي المعادلة steady state فلهذا ما عندي يعني هنا مشتقة للزمن ومثل ما قلنا حتى نحلها لازم نحتاج هاي النقطتين. خلينا نبدي ويا الـ initial conditions. شنو يعني بيها الـ initial conditions؟ شوف احنا بالمعادلة السابقة رقم واحد ما كنا نحتاج initial conditions، ليش؟ لأن احنا ما عندنا مشتقة للزمن فما احتاجت initial conditions. هنا أنا عندي مشتقة للزمن، هنا ببساطة أنا عندي إذا أجي أوصف هاي المعادلة هي معادلة لمكمن الجريان بثلاثي الأبعاد لأن عندي الضغط جاي يتغير ويا x y z ومتغير مع الزمن، إذا أنا هنا عندي unsteady state. طبعا أنت أعتقد ماخذيها بالمكان من هاي الاشتقاقات. زين الانيشال كونديشن ايش وقت؟ الانيشال كونديشن يعني ات تايم زيرو يعني قبل ما ابدي الانتاج لما البرودكشن تايم ايكوال زيرو. بابسط صوره اعطيكم اياها مثلا يعني شنو؟ انا هسه عندي هذا المكمن على المكمل مالتي بقول جريان عندي باتجاه واحد انا يعني هذا المكمل جاي مقسمه اربع بلوكات. زين احنا بعد من نكتب الضغط هنا اذا عندي جريان باتجاه واحد راح يكون عندي الضغط وبين قوسين اكو يا عدادين، هاي العدادين شنو هو؟ عداد اكس وعداد الزمن. خوش فاني هسه مثل هذا شنو العداد مالته؟ العداد هسه هذا مثلا هذا هنا شنو هذا العد؟ هذا اول بلوك، هذا بلوك رقم واحد، هذا بلوك رقم اثنين، هذا بلوك رقم ثلاثة، هذا بلوك رقم اربعة. فهذا هذا البلوك من اقول الضغط مالته ايش قد راح اقول بي 1. زين اذا اني عندي الانيشال كونديشن فهذا التي هو زيرو، هذا الثاني شنو الضغط مالته؟ شلون اكتب الضغط مالته؟ اقول هذا بي 2 عند التايم 0. هذا الثالث شو اقول؟ اقول بي مال بلوك 3 عند التايم 0، بعدني ما عندي ولا تايم ستيب. وهذا الرابع راح اقول بي 4 عند التايم 0. اذا اني عند التايم زيرو معناتها اني بعدني ما منتج، معناتها انه ذولا كلهم عند يا ضغط عند الضغط الاصلي. فهذا اول انيشال كونديشن انا حطيته اللي هو شو يقول؟ راح يقول معناتها بي at any x at time 0 equals initial pressure، فهو هذا الـ initial conditions. طبعا هذا الحشي ماخذيه بالرياضيات مع صف ثالث انه ما عندنا معادلة استقباضية تنحل اذا اني ما عندي initial conditions and boundary conditions. فبساطة هاي الـ initial conditions يعني هذا مثال بسيط انه احنا شنو معناته initial conditions، انه احنا مثلا توزيع الضغوط عند كل بلوك بالمكمن ايش قد قبل ما نبدي بالانتاج. ليش هاي مهمة كلش؟ لان يعني على الاقل اني هنا راح يكون عندي ضغط مرجعي ابدي من عنده، يعني هسه انا من اخلي بير هنا هذا البير من حيبدي ينتج؟ اول ما حيبدي يقلل لي مين؟ حيقلل لي من الضغط مال البلوك رقم 3 وبعدين راح يقلل لي من الضغط مال البلوك 2 والبلوك 4 اللي صف بصفه وبعدين راح يقلل لي من البلوك رقم 1. بس اني هسه من اجي راح اجي احسب بالمعادله راح اجي احسب ايش قد صار تغير للضغط مع الزمن. خوش يعني من هسه انا اقول هذا مثلا هسه عند الزمن 0. زين خل اقول بعد 10 ايام او بعد شهر يعني هنا راح يصير عندي هذا بعد يعني بعد خلينا نقول العداد الاول للزمن فراح يكون تايم ستيب 1. طبعا
طبعا هذا العداد ممكن يكون شهر، ممكن يكون اسبوع، يعني الفترة الزمنية اللي راح نقيس بعدها ايش قد صار بالضغط، ممكن يكون اسبوع، شهر، يوم، ساعات، انت تحددها ايش قد تريد بالسيميليشن. يعني هذا بالتأكيد راح يكون شبيه هذا بالنسبة، خلينا نقول هسه مثلا مال البلوك الثالث على الأقل اللي احنا متأكدين من عنده. البلوك الثالث بعد وان تايم ستيب هذا 100% شبيه، هو أصغر من الضغط مال البلوك الثالث عند التايم زيرو يعني قبل ما ابدي الانتاج. طيب هذا هبوط الضغط من هنا لهنا هو بريشر بي اوفر تي. طيب هذا اني وراح احسبه، هذا راح اقول لكم هذا الشيء راح نحسبه، هاي المشتقه. بس انا هنا جاي ابسط لكم الافكار يعني. فاحنا ليش اقول ليش ابين لكم انه الانيشال كونديشنز مهم؟ لان هسه انا مثلا اريد اعرف ايش قد، راح اكتبها ببساطه بس على مود تكون واضحه لكم. يعني هسه انا اريد اعرف مثلا ايش قد صار الضغط مال بلوك 3 بعد 1 تايم ستيب. قلت لكم هذا التايم ستيب ايش قد مدته تعتمد احنا ايش قد نخلي. هذا ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي ايش قد الضغط بهذا البلوك عند التايم 0 ناقصا ايش قد صار عندي تغير بالضغط خلال هاي الفتره الزمنيه. زين هذا ياهو هذا البي 3 0 اذا نرجع لهنا اللي كتبناها فوق المعادله، هذا البي 3 0 شو يساوي لي؟ يساوي لي الضغط الاصلي. يعني هذا منين جبناه؟ هذا جبناه من الانيشال كونديشن، والحكي ينطبق على كل البلوكات البقيه. لهذا الانيشال كونديشن ابتداء هو مهم، لان راح على الاقل عندي ضغط مرجعي اعرف وراها من راح اقيس هبوط الضغط بين فتره زمنيه والاخرى ايش قد الضغط راح يكون بالفتره اللي بعدها، باعتبار انا عندي الضغط اللي بديت به الضغط الاصلي بعد شهر انا انتجت اعرف ايش قد فقدان الضغط، راح اطرح هذا فقدان الضغط من الضغط الاصلي وراح اقدر اقول ايش قد الضغط هسه مثلا بهذا البلوك بعد مرور شهر. زين نجي على الباوندري كونديشنز. الباوندري كونديشنز طبعا نوعين، نوع نسميه انترنال باوندري ونوع نسميه اكسترنال باوندري. الانترنال باوندري هو المحيط بالبير، الاكسترنال باوندري هو المحيط بالمكمن من برا. وهنا انا عندي ثلاث انواع راح تختلف حسب تغير حسب وجود اكوفر او ما عندي اكوفر داير مدار المكمن. وكذلك انه انا اذا انتج من البير عد ضغط ثابت لو عد فلوريد ثابت. لهذا تلاحظون كل الحلول مال معادله الانتشاريه اللي قدام يقول لك بيها هاي المعادله فور ات كونستنت فلو ريت اور ات كونستنت فلونج بوتوم هول بريشر. زين اول نوع عندي انا هسه راح نجي على الانواع مال باوندري بروبلمز، باوندري كونديشنز بروبلمز. اول نوع اللي هو انا عندي دريشلت بروبلم، اللي هو انا عندي البريشر ثابت عند الباوندري. يعني انا هنا هذا المكمن الضغط هنا ثابت ما يتغير، يعني الضغط هنا 6000 يبقى 6000 ما يتغير ويا الزمن، الضغط 5000 يبقى 5000 ما يتغير ويا الزمن. هذا شنو معناته؟ هاي شو وقت تصير هاي الحالة عندي؟ هاي بالاكسترنال باوندري. هاي الحالة شو وقت تصير عندي؟ هاي الحالة تصير عندي لما عندي اكتف ووتر درايف. يعني انا عندي اكوفر قوي، هذا الاكوفر مال المي ايش قد ما انتج نفط يخلي المي يدخل الى المكمن ويعزز لي الضغط هنا وما يخلي يصير عندي فقدان ضغط على حدود المكمن. طبعا هذا ايضا انا شو عندي؟ عندي بالنسبه للانترنال باوندري اللي قلنا هي عند البير، انه احنا ننتج همين الضغط ثابت كونستنت ويل بور بريشر. يعني البي دبليو اف عندي ثابت كونستنت، والبي عند الباوندري هم ثابت. وهذا انا لما قلت يجي عندي لما عندي سترونج ووتر انفلكس، يعني انا عندي اكوفر كبير قوي يدعم لي هبوط الضغط اللي يصير بالمكمن النفطي، وبالاضافه الى ذلك الترانسمسبلتي يعني بين الاكوفر وبين المكمن هي عاليه. فلهذا انا عندي سبورتنج هذا الاكوفر
يبقي لي الضغط عندي اني ثابت يعني. انا شرح لكم اياها هنا بالضبط، لان انا اذا عندي هذا ال انا اذا عندي هذا المكمن النفطي، ف بس هذا كله المكمن هذا الاكوبر المي، فانا قد ما انتج نفط يجيني مي يعوض لي هذا هبوط الضغط. يعني معناته راح يبقى هذا الانترفيرنس، هذا الباوندري، هذا الاوتر باوندري انترفيرنس بين المكمن النفطي وبين المستودع المائي الاكوبر راح يبقى على طول ثابت. فهاي اول حاله عندي. طبعا المحاضره الجايه راح نحكي انه شلون نجي نحطها بالمكمن، يعني شلون نجي بنريد نحل مساله وانا قايل لكم مثلا انتم عندكم هنا الضغط ثابت عند حدود المكمن، شلون راح تحطون الفرضيه مال الباوندري على مود تحلون، او انه راح اقول لكم لا متغير ما يعني، او ما عندي فلو، ما عندي اصلا اكوفر، المكمن مالتي معزول كليا دا ينتج بس بالسوليوشن جاز درايف. طبعا تعرفون هاي تعتمد على هاي، هنا راح يختلف عندي الدرايف ميكانيزم، انتم ماخذيها اسس وماخذيها بالمكامن مال صف ثالث، الدرايف ميكانيزمز اللي عندكم يعني انت يختلف اذا عندك اكو اوكوفر او ماكو اوكوفر، اذا راح تنتج بس بالسوليوشن جاز درايف او لا راح تنتج بالاعتماد على انت عندك اوكوفر عندك جاس كاب. هذين الباوندريز، الباوندري كونديشن مالتنا راح نحطها. طيب هسه عرفنا النوع الاول، خلينا نرجع على النوع الثاني. النوع الثاني لا ننتج بيه نيومان بروبلم. النوع الثاني لا ما عندي ضغط ثابت عند الاكسترنال باوندري، بالعكس انا عندي هو الضغط عند الاكسترنال باوندريز، لان انا ما عندي اكوفر يدعم لي، فانا راح يصير عندي هنا هبوط الضغط. ليش؟ لان يعني يبقى الضغط يهبط هنا، لان انا ما عندي اي شيء نو فلو، هذا نسميه نو فلو باوندريز، ما عندي اي مي دا يجيني او اي اني ادر فلويد دا يجيني من خارج المكمن ويجي ويدخل المكمن ويعوض لي هبوط ويعوض لي هبوط الضغط. فهذا النوع نسميه نو فلو باوندري برا، وهذا ينتج عند فلوريت ثابت. يعني من نجي على الانترنال باوندري داير مداير البير، احنا هنا راح نكون دا ننتج عد ريت ثابت، مو بي دبليو اف ثابت مثل الحاله الاولى. بالعكس هنا عندي اني البي دبليو اف مو ثابت، الضغط عندي راح يبقى يتغير دائما. فهذا النوع بالضبط عكس النوع الاول. بالنوع الاول كان الضغط عند قاع البير ثابت والضغط عند الباوندري ثابت، لان عندي اكوفر يدعم لي هبوط الضغط اللي يصير نتيجة للانتاج، بينما هنا لا انا المكمن مالتي معزول ما بي نو فلو، فلهذا انا ما عندي دائما عندي هبوط ضغط، يصير هنا على الحدود، وهنا انا انتج عندي فلوره ثابت لان انا دائما اكو عندي هبوط ضغط دا يصير. نجي على النوع الثالث. النوع الثالث اللي هو ميكس بين النوع الاول والثاني، يعني احنا راح يكون عندنا طبعا بالنسبه للانترنال باوندري راح ننتج عند فلورا الثابت، يعني راح يكون اكو تغير بالبي دبليو اف عند ال ويلبور، بس بالنسبه للاكوفر قصدي الباوندري مال المكمن راح يكون عندي مثل ما تلاحظون هنا لجزء اكو كونستانت بريشر، يعني اكو عندي مي قاعد يجي ويدعم لي هبوط الضغط اللي يصير، واكو منطقة ثانية عندي نو فلو. هاي الحالة تكون عندي لما ما يكون عندي اكوفر كامل دار مدار المكمن، او هاي الحالة تكون تمثيل لي لما عندي بارشل ووتر درايف، يعني مو سترونج ووتر درايف، اكتف ووتر درايف يغطي لي كل هبوط الضغط اللي يصير. هو دا يصير هبوط الضغط، بس طبعا راح يكون اقل من الحالة اللي كان بيها عندي نو فلو. فممكن اذا عندي يعني المكمن وان دايمنشن، ممكن عندي بجهه من الجهات عندي كونستانت بريشر وعندي بالجهه الثانيه نو فلو، اللي هو هذا النوع ميكس دريشلت نيومان بروبلم نسميها. طيب هسه احنا اخذنا معادله الانتشاريه، اخذنا معادله الانتشاريه ايش تتطلب؟ معادله الانتشاريه تتطلب انه وي يعني حتى نجي لها حل تتطلب انه يكون عندي initial conditions اللي هي at time zero، ويكون عندي boundary condition اللي هي عند حدود المكمن وعندي الويل بور. طيب هسه نجي احنا عرفنا الباوندري كونديشن والانيشال كونديشن، زين شلون نحسب قيمه المشتقه؟ طيب قيمه المشتقه حتى نحسبها عندنا طريقتين، الطريقه الاولى هي طريقه
اناليتيكال هي مثل معروفه، مثل انا عندي ساين اكس شنو مشتقاته؟ كوساين اكس، كوساين اكس شنو مشتقاته؟ ماينس ساين اكس. بس احنا المشكله عندنا هنا الحاله مالتنا كلش معقده، يعني معادله الانتشاريه لما نجي نحلها بالاناليتيكال الحل راح يطلع شكله كله صعب، حيث صعب جدا، احنا ممكن صعب مو مستحيل صعب، لكن ممكن احنا نطلع اكو هواي اناليتيكال سوليوشن. هسه اذا تروحون تشوفون على الوان بترو، على المكتبه مال الوان بترو، راح تلقون هواي حلول موجوده لحلول اناليتيكال لمعادله الانتشاريه. احنا هنا لا، احنا هنا راح نروح ويا الحلول النيوميريكال. ايش راح يفرق لي الحل النيوميريكال؟ انا هناك مثل اعطيتكم مثال البسيط، عندي مثلا عندي ساين اكس اقدر اطلع المشتقه مالته كوساين اكس. بالنيوميريكال انا ما احتاج اطلع المشتقه مالته، انا راح احسب المشتقه مالته بالاعتماد على قيم الداله نفسها، يعني بالاعتماد انا اذا احسب المشتقه مال ساين راح احسبها بالاعتماد على ساين، ما راح اطلع المشتقه مالته. احنا مرات تجيك مثل داله بالمعادله الانتشاريه بها ثلاث دوال داخلها، يعني فهي صعب انه احنا نجي نعرف المشتقه مالتها، بينما انا اعرفها الداله نفسها اقدر اطلعها على الداله نفسها. هذا التطبيق مفيد بالريزرفوار سيميليشن، ومفيد باي موضوع ثاني انا اريد احسب المشتقه مالته بدون ما اعرف، بدون ما اكون حافظ المشتقات ايش قد، يعني مثل ما قلنا ساين كوساين، كوساين مشتقاتها ماينس ساين، لا هي بالداله نفسها احسبها. هاي شلون راح نستعمل اللي اخذتوه بصف ثاني بالماثماتكس، التايلر سيريز. طبعا انتم عندكم شابتر كامل، اعتقد هو شابتر 12 بالماثماتكس مال الصف الثاني، تاخذون بانواع السيريز، تاخذون هواي سيريز، الباور سيريز، تاخذون تايلر سيريز وانذر كايند اوف سيريز. هناش عندنا مثلا تايلر سيريز، انا اريد احسب هاي باع، بس شلون تتغير الداله ويا اكس؟ يعني هاي الداله هنا مثلا هي تمثل الضغط او الساتوريشن، اوكي؟ يعني هذا البي، هذا الاف هنا الفانكشن ممكن يكون الضغط. شو نبدي؟ احنا دائما نبدي مثلا اريد اعرف الضغط بهاي النقطه ايش قد بالمكمن. هذا اريد امثله تبقى ببالكم لا احد ينساها، انا هذا المكمن بالريزرفوار سيميليشن مثلا. هسه انا قاسمه خلينا نقول هالقد. هذا هنا الضغط مال هذا البلوك، هذا الضغط مال هذا البلوك مثلا انا عندي معلوم. هاي البي اكس معلومه. شو انا اقول اف اكس، هاي النقطة عندي، هاي النقطة انا اعرفها ايش قد. من هاي انطلق اروح احسب الاف اكس بالنقطة اللي وراها ايش قد. خوش؟ يعني انا عندي هاي انطلق من عندها تايلر سيريز واحسب ايش قد الضغط هنا البي عند اكس زائد دلتا اكس. طبعا الدلتا اكس هي المسافة راح تكون بيناتهم هاي هنا. هاي دلتا اكس المسافة بيناتهم من هاي النقطة هاي النقطة. فاحنا عندنا شنو معناته؟ وانا هنا كاتب لكم اياها هنا كاتبها بشكل عام بالاف، هنا كاتب لكم اياها بالبي، انه اني ابدي من نقطة معلومة وانتقل حتى اوجد بها بالنقطة غير معلومة. بس هاي الانتقال ايش راح تحتاج من عندي؟ هاي هنا منا الى هنا، شنو هي الانفورميشن اللي راح احتاجها؟ راح احتاج ايش قد المسافة بيناتهم؟ طبعا المسافة بيناتهم هنا قلنا المسافة بيناتهم هاي دلتا اكس. واحتاج هاي المشتقة ايش قد مال هاي هنا؟ اكثر من مشتقة طبعا، مشتقة اولى، مشتقة ثانية، مشتقة ثالثة، حسب ما احنا يعني شكل المشتقة عندنا ايش قد، يعني او اوردر مالتها ايش قد. وراح نجي نحكي هاي الشر راح احسبها على اعتبار هاي معلومة، فراح جاي الشر راح احسبها حتى اقدر بناء عليها احسب هنا ايش قد عندي وايش قد عندي هنا الضغط. طبعا هذا نفس الحكي ممكن ترى ينطبق على التايم. انا الثاني عندي لو عندي هنا هيك شيء، فانا عندي مثلا هاي التي هاي بعد مرور فترة من الزمن تايم ستيب، قلت لكم هذا تايم ستيب ربما يكون شهر، ربما ساعات، ربما ايام. فانا مثلا عندي الضغط هنا، هذا شلون حكيت انا قبل شوية، قلت مثلا هذا انا عندي الانيشال الضغط مثلا، او طبعا الافضل كان عفوا خل اعدلها هاي حتى تصير واقعية اكثر.
اوكي حتى لا بس تكون مثال رياضي على مود تكون شلون تاخذوها بالرز بار سيميليشن مثل انا عندي هيجي. فهاي البي عند الاصلي عند الضغط الاصلي عند العفو الضغط الاصلي عند البداية مالته مثلا، هاي اللي انا بديت من عندها، وبعد فترة من الزمن طبعا راح يصير عندي هبوط بالضغط، لهذا انا قلبتها للدالة مثلا. هذا عند البي تي بلس دلتا تي، فاني ابدي من هاي المعلومه واروح اعرف ايش قد راح بعد فتره ايش قد راح يكون عندي هبوط الضغط هنا. يعني هسه شلون اذا اجي اقول هاي هنا هاي عند التايم زيرو، واجي ارسم بعد وحده هنا ثانيه عند التايم مثلا بعد مرور الشهر، يعني بعد مرور مثلا وان تايم ستيب وحده، فاني بالاعتماد على القيم مال هاي اللي هي عند التي انا راح اعرف القيم مال ذني كليتهن اللي تجي بعدها اللي هي عند الزمن تي بلس دلتا تي. هي طبعا هي نفس البلوكات بس عند زمن مختلف. طب فاحنا هسه نريد نعرف شلون راح نستعمل تايلر سيريز حتى شلون نحسب من عندها المشتقات، يعني هي المشتقات راح توديني احسب الضغوط من ويا تغير المسافة ومع تغير الزمن. الآن خلينا نيجي على تايلر سيريز. طبعا تايلر سيريز مثل ما قلت لكم ماخذيها برياضات في صف ثاني، فما يحتاج اني ادخل بيه ديب. احنا عندنا هنا مثل ما قلت لكم انا عندي مثلا هذه الفانكشن عند هاي النقطة، اوجد هاي الفانكشن عند هاي النقطة، فابدي من نقطة معلومة اللي هي اف اكس نوت. طبعا هاي الفانكشن ممكن يكون ضغط، ممكن يكون ساتوريشن، اي متغير، وراح ينضاف له. شوفوا الاضافة شلون راح تكون حسب تايلر سيريز. المسافة بين النقطتين مقسومة على مضروب، هذا مضروب منه، هذا مضروب الاوردر مال هاي الدالة، ماشي، هاي الدالة من يا مرتبة الأولى، هذا المضروب مال الأولى زائدا الفرق بالمسافة بين النقطتين تربيع. ليش تربيع؟ لأن هذا التيرم مال الدالة من الدرجة الثانية مقسوم على مضروب اثنين، يعني هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الفرق بين المسافة بيناتهم تكعيب، تقسيم مضروب العدد رقم 3 في المشتقة من الدرجة الثالثة، ونمشي بهاي الطريقة إلى أن شوف. احنا مثلا أنا هنا أريد اليا مشتقة أوصل، البقية راح أسميه المتبقي مال المعادلة. راح المعادلة ممكن نكتب صيغة عامة بهاي الطريقة، هاي الصيغة العامة للمعادلة. هنا احنا دائما عندنا فرق بين النيوميريكال وبين الاناليتيكال. الاناليتيكال توديني الى حل تجيب لي القيمه المضبوطه للمشتقه 100%، هنا لا. بالنيوميريكال لان احنا ايش راح نسوي هسه؟ هنا احنا نريد المشتقه لحد هنا، طبعا راح يتحدد هذا عندنا ذلك مثلا اذا بدنا نقول المشتقه مثل مال الضغط ويا المسافه، فراح نوقف لحد المشتقه الثانيه، يعني هي مشتقه ثانيه. اذا نقول مشتقه الضغط مع الزمن راح نوقف لحد المشتقه الاولى، لان هي انا احتاج معادله انتشاريه مشتقه اولى. فهنا طبعا بعدنا بدي احكي بشكل رياضي، فانا ما محدد، راح اقول الى غايه ان. الورا ان هذا احذفه، هذا يسبب لي نسبه خطا، لكن هاي نسبه خطا ما راح تكون عاليه. ليش؟ لان المقام هو عباره عن مضروب مرتبة المشتقة، فمعناته كل ما نمشي قدام هذا راح يزيد، وبالتالي هذا كل ما يزيد ايش بيه؟ هذا كل ما يزيد راح تقل قيمة هذا التيرم، لأن هاي لأن المقام راح يكبر يعني. وبالمقابل هنا صح أنا هنا عندي أيضا دا أرفع الفرق بيناتهم إلى أيضا مرتبة المشتقة، بس هذا الفرق دائما هو قليل، هذا أقل من واحد، كل ما أرفع الرقم راح يصغر. طيب فأنا أحذف هذا التيرم احذفه، راح تبقى عندي المعادلة بهذا الشكل، هاي تايلر اكسبانشن بعد التقريب.
بس تعطيني نتائج ايضا مضبوطه، ما بيها مشكله يعني في اغلب الاحيان. زين هسه انا اريد اعرف شلون راح اجي احسب، او خليني اجي قبل ما اجي احسب مشتقه، خليني اجي احسب شلون اجي استعمل النيوميريكال. النيوميريكال بيها ثلاث اللي احنا نسميها الفاينال ديفرنس اوبريتورز. خليني اجي انتم ما ماخذين قبل الفاينال ديفرنس اوبريتور، اللي هذا راح احشي عليها تفصيل اكثر، لان باعتماد على ذني الاوبريتورز راح نحسب بعدين المشتقه. فاول مره هسه خلينا نحسب نعرف الاوبريتور شنو هي، شلون تنحسب الاوبريتور. اذا فورورد ديفرنس هاي الاشاره مالتها، وعندي باكورد ديفرنس هاي الاشاره مالتها، وعندي سنترال ديفرنس هاي الاشاره مالتها. خلينا نجي عليها واحده واحده. نبدا ويا الفورورد ديفرنس. الفورورد ديفرنس هاي اللي نرمز لها هاي معناتها هي كلش بسيطه، طبعا هي الفرق بين قيمه الداله عند النقطه اكس زائد اكس اي زائد واحد وعند النقطه اكس اي، بس بكل بساطه هاي. طيب اذا اريد الفورورد ديفرنس من الدرجه الثانيه راح اجي اقول راح اخذ راح اسوي فورورد للفورورد نفسها الاف اكس اي، فراح اجي راح افكها مثل ما مكتوب هنا اف اكس اي زائد واحد، بعدين راح اوزع الفورورد على التيرمين مال المعادله، واخذ واجي ارجع اخذ مره كل واحد الفورورد مالته، فهذا راح يصير اف اد اكس اي زائد 2 ناقصا اف اد اكس اي زائد 1، وهذا هو اللي احنا اصلا من البدايه جبناه، فراح يكون عندي المعادله مالته هذه، هاي الفورورد من الدرجه الثانيه. وحتى اوضح لكم اياها اكثر، يعني اني هسه مثلا عندي هذا عندي هاي الدالة، شوف هسه هاي الدالة عند كل نقطة لـ x اكو كلها مقابلها نقطة للدالة الـ f. فمثل انا هسه اريد احسب الفورورد ديفرنس عند الـ xi، ايش راح اقول؟ راح اجي اخذ مجرد سهلة هاي الـ xi، شاخذ اخذ الـ xi زائد واحد اللي هي هاي، واطرحها من هاي. احد احكيكم ليه قدام، طبعا اذا اريد نطلع المشتقة فهي بسيطة، هو مجرد مثل طبعا هي خلينا نتذكر بس هي اي مشتقة شنو هي؟ اي مشتقة هي مو اف اثنين مثلا ناقصا اف واحد على اكس اثنين ناقصا اكس واحد، احنا سناخذ منها نفسها. يعني اذا ارجع اخذ هسه هاي المشتقه مثل ما مكتوب هنا بنفس التيرمات مالتنا، يعني راح تساوي لي اف اكس اي بلس واحد، يعني قيمه الداله عند الاكس زائد واحد ناقصا اف اكس اي. شوفوا هذا نسميه هذا نسميه الفورورد ديفرنس، هذا هو الفورورد ديفرنس، هذا فورورد، هذا الفورورد ديفرنس. حتى اطلع مشتقه شو اسوي؟ هذا اقسمه على المسافه بيناتهم، يعني اقسمه اكس اي زائد واحد ناقصا اكس اي، واجيب المشتقه. طبعا المشتقة هنا قيمتها راح تكون تقريبية، بس شوفوا هذا المسافة بيناتهم بالضبط دي واي على دي اكس، راح اقسم الفرق بيناتهم من هنا على هاي المسافة وخلاص انتهت الموضوع، وراح اطلع وراح نجيب قيمة المشتقة. زين هذا بالنسبة للفورورد. زين عندي الثاني اللي هو الباكورد، هذا الباكورد، باكورد
هم يعني رح اطلع قيمه المشتقه عند الاكس اي زائد واحد، بس ما راح اعتمد على النقطه اللي بعدها، راح اعتمد على النقطه اللي قبلها. فراح اقول اف اكس اي ماينس اف عند الاكس اي ناقصا واحد. يعني احنا هناك نجيبها للشكل مرة ثانية. هناك سوينا، هناك قلنا هذا الفورورد من اف اكس اي زائد واحد لاف اكس اي، زين الباكورد لا، من اف اكس اي الاف اكس اي زائد واحد، يعني هذا الباكورد هذا الفورورد. خش هنجي على واحد ثاني اللي ورا اللي هو شو اسمه، اسمه السنترال. السنترال ايش بيه؟ السنترال راح ارجع خليها احكي مره ثانيه، بس خليني اكمل هاي هسه. طبعا راح نجي ناخذ الدرجه الثانيه من الباكورد ديفرنس نفس اللي سويناه بالفورورد ديفرنس، راح طلع لنا هاي المعادله. بعدين نجي على النوع الثالث. النوع الثالث هو نسميه سنترال ديفرنس اللي هو ادقهم. شوف هنا عندي اني قلت هذا الفورورد من اف اكس اي زائد واحد لاف اكس اي، والباكورد من اف اكس اي لاف اكس اي ناقص واحد. سنترال لا، سنترال راح اسويه بالاخضر بين اف اكس اي ناقص واحد واف اكس اي زائد واحد، هذا السنترال. فلهذا من اجل طلع المشتقه مثلا مال فورورد اقسمها على اتش، هي المسافه بين اكس اي واكس اي زائد واحد. من اجل اطلع المشتقه مال الباكورد هم اقسمها على اتش من اكس اي لاكس اي ناقص واحد. من اجل اطلع المشتقه مال السنترال راح اقسمها على 2 اتش، لان المسافه بين اف اكس اي ناقص واحد واف اكس اي زائد واحد هي 2 اتش، يعني هي من اكس اي ناقص واحد لحد اكس اي زائد واحد. هاي فهاي قيمتها. طبعا ممكن ناخذ نص، ممكن ناخذ واحد، المهم تكون القيمة متساوية. يعني اذا اخذ زائد واحد او اخذ زائد نص، بس المهم تكون القيمة متساوية، يعني قيمة الانكريمنت عن الاف اكس. يعني هنا يعني هسه انا ماخذها هنا واحد، اقدر هم ناخذها نص، وراح تكون اذا اخذها نص اللي امسح الهاي إذا أخذها نص ايش راح تصير؟ راح تصير بين هاي النقطة وهاي النقطة، اللي هي راح تصير هاي راح تصير اف اكس اي زائد نصف، يعني نصف المسافة بين الاكس اي والاكس اي زائد واحد، وهاي اللي هي اف هاي قيمة الدالة عند الاكس اي زائد نصف. راح تفرق لي وين واربطهم، هاي السنترال. من اجي اقسمهم حتى طلع قيمه المشتقه، ما راح اقسمهم على 2 اتش، راح اقسمهم على اتش وحده، لان انا هاي المسافه جوا هم قسمتها بالنص. شوفوا هاي اجت لهنا، هاي اجيبها لهنا، هاي اكس اي زائد نص، هاي اكس اي ناقص نص، والمسافة بيناتهم نص اتش بنص اتش في اتش وحدة. فاهم من نسويها ناخذ نص حتى ما نقسم على تو اتش، حتى نقسم على اتش وحدة. اوكي هسه ذني الثلاث انواع اللي عندي حتى احسب الفرق بين الدوال. هذني الثلاثة راح اوظفهم على مود اجي احسب المشتقات. شلون راح اجي احسب المشتقات؟ راح اجي اسويهن. طبعا هاي عندما اقدمها للمحاضره الجايه راح اربطها ويا الديفزيفت اكويشن، شلون راح احلها بيها، شلون راح احل مشتقات الضغط، شلون راح احل ويا المسافه ويا الزمن. انا ما حطيتكم بهاي المحاضره قبل لان انتم ما عندكم الاساس الرياضي مال
شلون نحسب الفاينايت ديفرنس، يعني الفورورد والباكورد والسنترال. اتوقع هاي اول مره تسمعون بيها، فلهذا انا حبيت امهد لكم بالبدايه بشكل رياضي، وبعدين نروح ان شاء الله بالمحاضره الجايه نروح على مود نشرحها يعني على الريزرفوار سيميليشن مباشر. خلينا نجي هسه شلون نربطها ويا شلون راح استعمل الفورورد ديفرنس على مود نحسب ال ديريفاتيف الفيرست اوردر. هسه انا جيت كتبت هنا المعادلة مال تايلر سيريز ب بشكلها الطبيعي بهذا الشكل مثل ما كتبناها بالبدايه. طبعا انا عوضت الاتش، الاتش هي المسافه بين الاكس اي، الاكس اي هي الاكس نوت النقطه المعلومه، وبين الاكس اي زائد واحد النقطه اللي اريد احسب عندها. فاحنا قلنا احنا شو نسوي؟ نريد نحسب داله معينه، ناخذ المعادله لي وين ما توصل هاي الداله. احنا نريد نحسب الداله الفيرست ديريفاتيف والوراها نحفه نعتبره هو الباقي. فانا هسه كتبتها بهاي الطريقه، وهذا كله طبعا ار 2 اللي احنا راح نبدي من المشتقه الثانيه هذا كليته. فانا هسه اريد اطلع اسوي المعادله للمشتقه، لان احنا نريد نحسب المشتقه. طبعا قلت لكم هاي الاف ممكن تكون بريشر ممكن تكون ساتوريشن، هسه انا سويتها بهاي الصيغه. بعدني كل شيء ما حذف هسه المعادله، بس كل ما في الموضوع انه انا جبت المشتقه بهذا الطرف، سويتها اف اكس اي زائد واحد ناقص اف اكس اي هذا البسط تقسيم اتش المسافه بين هاي النقطتين. طيب هذا راح يكون عندي هو نسبه الخطا، يعني هذا من راح احفه، هذا التيرم من راح اصفره، هذا اللي لو ما انا لو اطلع قيمته راح اجيب بالضبط قيمه المشتقه بدون تقريب، بس انا من احفه راح تكون عندي قيمه المشتقه تقريبيه. هذا هاي شنو احنا قلنا بدنا اناليتيكال نوصل الى حل اكزاكتلي لان احنا نجيب قيمه المشتقه بالضبط مثل ما هي. بالنيوماريكال ما نشتق، نحسب قيمه المشتقه بدون اشتقاق، نحسب قيمه المشتقه بالاعتماد على الداله نفسها. فهذا ضريبته انه احنا يصير عندنا نسبه ايرور، بس لما تكون هاي نسبه ايرور مقبوله فالحل يكون مقبول، لان بالمقابل راح تكون صعوبه الحل اقل، وخصوصا انه احنا مرات واي ما نقدر نوصل للحل المضبوط والاناليتيكال. هسه خليني نجي نكمل عليها نفسها. فورا ما حذفناها شوفنا صارت تقريبا ونفسها، حتصير عندي هاي المعادلة. طب هذا البسط اذا تتذكروه اف اكس اف عند الاكس اي زائد واحد ناقصا اف اكس اف عند الاكس اي، هذا هو هذا البسط، هذا اللي اخذناه قبل شوية اللي احنا سميناه فورورد، سميناه فورورد ديفرنس، هذا الفورورد عند النقطة اكس اي. لهذا انا جيت ناسا عوضته هنا. فبهاي الطريقة اذا اريد احسب مثلا بالفورورد المشتقة مال الضغط اقدر احسبها بهذه الطريقة. هو الضغط راح يكون بين نقطتين وتقسيم المسافة بيناتهم. زين هذا اذا فورورد. زين خلينا نجي هسه على الثانية، الثانية ايش راح نسوي بيها؟ راح نحسب ايضا المشتقة من الدرجة الاولى بس بالاعتماد على الباكورد ديفرنس. الباكورد ديفرنس احنا باع ما راح يكون عندي اكس اي زائد واحد، راح يكون عندي اكس اي ناقص واحد، عاد ارجع لي ورا اكس اي. طبعا هذا الاتش معناته راح يكون قيمته، احنا ايش راح نسوي لهذا الاتش؟ راح نسوي اكس اي ماينس اكس اي ناقصا واحد، يعني قلبناه. فبالتالي راح تكون الإشارة مالته دائما هو مضروب في سالب واحد، هنا هذا الفرق بيناتهم الاتش هذا مضروب دائما في سالب واحد. فلما عندي اجي لتيرم المشتقة مالته المرتبة مالتها فردية راح يكون عندي الإشارة ماينس، لما اجي لتيرم اخر المشتقة مالته ايفن زوجي راح يكون هذا بلس، لان الماينس واحد من يرفع اي الزوجي يصير واحد. فلهذا كل الاود تيرمز راح تكون اشارتها ماينس، كل الايفن تيرمز راح تكون اشارتها بلس. طبعا انا شو احسب يا مشتقه؟ انا بدي احسب المشتقه الاولى ايضا، فاذا انا راح اجي ايضا بس اعزل هذه
والوراها كليتي راح اعتبره هذا كله مثل ما سوينا بالمعادلة الأولى، راح نعتبره R2 راح نحذفه. يعني هو هذا نسبة الفرق بين الحل الاكزاكت والحل التقريبي. فمجرد انه راح اقول fxi ناق f، راح يصير عندي هنا شنو؟ راح يصير عندي fx ناقصا fxi، هذا راح يكون عندي هيك شيء، راح تكون df over dx راح تساوي تقريبي، تساوي لي f x i minus f x i ناقصا واحد على h، باعتبار هذا المضروب واحد فراح يختفي. هذا شو يساوي لي؟ هذا مثل ما اخذنا قبل شويه، هذا يساوي لي الباكورد ديفرنس، فراح اعوض هنا على انه هو باكورد ديفرنس. وهاي المعادله احسب منها الضغط، احسب منها المشتقه. مثل ما تشوفون حسبنا المشتقه بدون ما نشتق، حسبناها بالاعتماد على قيم الداله نفسها. زين، فهذا نسميه باكورد ديفرنس ابروكسيميشن تو ذا فيرست ديريفاتيف. طيب نجي على السنترال. السنترال ايش راح نسوي بيه؟ راح نسوي العملية التالية. عندنا المعادلة الأولى اللي هي تايلر اللي أخذناها بالفورورد، لما عندي قيمة الـ H يعني موجبة، ولما عندي قيمة الـ H مضروبة في ناقص واحد اللي هي بالباكورد. يعني آخذ هذه المعادلة، هذه A1، أطرح من عندها هذه المعادلة A2 بهيج حالة. ايش راح يصير عندي من اطرح هاي المعادلة من ذيج؟ راح كل الـ even number راح تروح، كل الـ even terms راح تروح، راح تنحذف. راح يبقى عندي منو؟ راح يبقى عندي بس الـ odd terms، وراح تكون كل الـ odd terms مضروبة في 2. فبالنتيجة انا ايش اريد؟ انا اريد المشتقة، فهي راح تظهر عندي معادلة بهاي الشكل. يعني طبعا الـ fx راح يروح ويا الـ fx، ما عندي اف اكس، راح يصير عندي اف اكس زائد واحد ناقصا اف اكس ناقص واحد. هناش عندي اني عندي راح تصفى عندي، انا اريد هاي المشتقة الاولى، فهذا كلي ترى راح احذفه. هذا هي نسبة الخطأ اللي قلنا، هي الفرق. وراح يصير عندي دي اف اكس، راح يصير عندي اف اكس زائد واحد عند الاكس اي زائد واحد ناقصا اف اكس عند الاي ناقصا واحد تقسيم 2 اتش. هاي مثل ما قلت لكم، هاي نرجع عليها هاي السنترال ديفرنس. واذا تتذكرون انا سبقتها قبل شويه، شفت لكم اياها، قلت لكم احنا بالفور بنحسب المشتقه بالفورورد وبالباكورد نقسم على اتش، بنحسب المشتقه بالسنترال نقسم على 2 اتش، مثل ما هنا ظهرت عندي. وشرحت لكم اياها ليش بالضبط، لان المسافه بين اكس اي واكس اي زائد واحد هي اتش، وبين اكس اي واكس اي ناقص واحد هي اتش. فالمسافة بين اكس اي ناقصا واحد واكس اي زائدا واحد هي 2 اتش. طيب هاي احنا كلها اخذنا هسه المشتقة الأولى. زين احنا بعد المشتقة الأولى، قلنا المشتقة الأولى المن تفيدني؟ المشتقة الأولى تفيدني حتى أحسب مشتقة الضغط ويا الزمن. طبعا راح نجي راح نحلها راح تشوفون. اذا راح اخذ الفورورد راح يصير عندي نوع حل اسمه اكسبلسيت، اذا راح اخذ الباكورد راح يصير عندي نوع حل اسمه امبلسيت. راح نحكيها المحاضره الجايه ان شاء الله. بس انا احتاج المشتقه السكند اوردر. ليش احتاج السكند اوردر؟ لان انا عندي مشتقه الضغط وهي المسافة هي من الدرجة الثانية، فأنا أحتاج المشتقة الثانية أيضا من شلون أحسبها يعني. وهم راح أحسب المشتقة الثانية بدون ما أشتق، بقيم بالاعتماد على قيم الدالة نفسها. أنا قبل شوية سويت طرحت المعادلة A2 من المعادلة A1، هسه لا، هسه راح أجمع A1 ويا A2. بهيج حالة إيش راح يطير عندي؟ راح يطير عندي كل الـ odd terms، راح يبقى عندي بس الـ even terms، وهذا اللي أريده. أنا أريد المشتقة الثانية. طيب ما نريد المشتقة الثانية اللي هي هاي، تشوفها هاي وياي، هاي المشتقة الثانية. فايش راح اسوي؟ هذني كليتين تنحذف لورا المشتقة الثانية. طبعا هاي
هنا راح اجي اعزل هاي المشتقة، راح يكون عندي هاي قيمتها، وراح اقسمها على اتش 2 يعني العفو اتش سكوير. زين، اذا اجي هنا طبعا نحكي عن مشتقة ثانية، اذا اجي على هذا التيرم تشوفوا لي هذا التيرم، خليني ارجع كم سلايد. لاحظوا لي هذا بالسنترال، من اخذنا السنترال وسوينا السنترال الدرجه الاولى والسنترال الدرجه الثانيه، طلعت لي هاي المعادله بالسنترال. هاي المعادله نفسها اف اكس اي زائد 1 ناقص 2 اف اكس اي زائد اف اكس اي ناقص 1، هاي المعادله نفسها ظهرت لي هسه هنا. اللي هي هاي، فهذا لهذا هاي هي سنترال ديفرنس approximation. فهاني السالفة راح تكون عندي بالأجر راح بالمحاضرة الجاية تقريبا محسومة عندي، انه انا راح اخذ بالنسبة لمشتقة الضغط مع المسافة راح اخذ السنترال ديفرنس، انا صار عندي مشتقة الدرجة الثانية، وبالنسبة للزمن راح تختلف، مرة راح اخذ فورورد مرة راح اخذ باكورد، وراح نشرح عليها ليش. المحاضرة الجاية راح نطبق شلون نحط الانيشال كونديشنز على المعادلة، وشلون راح نحسب المشتقات مال الضغط ويا المسافة ويا الزمن على مود نحلها، ونقدر اعلمكم مثال رياضي بسيط انه حتى شلون تقدر بورقة وقلم، طبعا مثال على مود بس تفهمون الفكرة، حتى بنطبقه بريزرفوار سيميليشن تعرف شلون ممكن نحسب توزيعات الضغوط على مساحة الريزرفوار ومع اختلاف ومع تقدم عمر الانتاج. ماشي، لهنا انتهت محاضرتنا، وأنا أشكر أصغائكم.